لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب موضوعنا الآن راح نحكي عن شيء اسمه بدون كثير يسود، موضوع مهم كثير بصراحة، وبهمكم أنتم على الصعيد العملي في أي مرحلة من مراحل حياتكم بالذات، يعني إذا كنتم مسؤولين أو حتى لو ما كنتم مسؤولين، طبيب أو حتى بدون ما تكون طبيب، بدون ما حد منكم يرد، إحنا كلنا بنفهم هذا الموضوع. بدون كثير يسود، بدون كثير يسود، مين سمع بالمصطلح أو مين عنده فكرة عنه بالبداية قبل ما أبدأ أشرح أنا؟ حدا عنده فكرة؟ حدا درس المحاضرة؟ طيب خلينا نتعرف شو هو الريدمك تريشولد، بعدين نعرف شو الأشياء المهمة. فبهنا الريدمك تريشولد أو فكرة الريدمك تريشولد تركز على أساس إنه أنت تعرف قديش الإنسيدنس قديش السيفيريتي تاع الإنسيدنس، الإنسيدنس والسيفيريتي تاع الإنسيدنس. أوكي، هاو إنفكتيف إز ذا ديزيز، قديش كل شخص بينصاب بالكوفيد 19 قديش كان يعدي كم واحد من أفرج قديش 15 ل 20، ما فيش شيء واضح حوته لحد الآن، مش دليل بس إنه رقم كبير. طب شو بيعطيك هذا الدبع على قدام؟ أنت إذا كل شخص بعدي 5 مش 20 الإفكتيفيتي ريت مالها. طيب شو بتتوقع بالترند تاع الديزيز؟ الأرقام شو مالها؟ الأرقام بتزيد طبعا، أنت بتعتمد حسب إيش؟ حسب كمان السيفيريتي تاع الديزيز والفيتاليتي ريت، مثلا الكيس فيتاليتي مهم، مثلا الكيس فيتاليتي من كوفيد 19 كانت عاليه مضبوط. طيب هذا مهم، فبالتالي طيب شو بترتب عليه هذا الكلام فيما بعد؟ كمان مره بوليسز، واهم شيء بالبوليسز شو؟ الفاكسينيشن بالذات طبعا للانفكشوس ديزيز فاكسينيشن. عشان هيك انا قبل شوي سالت سؤال بالمحاضره الاولى ما جاوبتوش بتذكر، قلت لكم طيب حكينا كان سؤال له علاقة بهذا الموضوع، وقلنا إنه لما بنصاب مثلاً عدد كبير بالمجتمع، طب شو النكست ستيب؟ أو إمتى بتفكر إنه لازم يكون في إيمونايزيشن بشكل آخر؟ يعني خلينا نطرح السؤال، إمتى بتفكر؟ هي مزاج يعني؟ طيب ليش حطوا مطعم للحصبة؟ ليش حطوا مطعم للإنفلونزا؟ ليش حطوا مطعم للكوفيد 19؟ ليش حطوا بعض المطاعيم مثلا للهيباتايتس؟ بعض انواع الهيباتايتس لها مطاعيم وبعضها ما لهاش، ليش؟ بيز على ايش؟ مزاج المسؤول؟ مش مزاج المسؤول، في عندك حسبه رياضيه بيز عليها بتقول انه انا لازم يكون في عندي قطعي، لانه اذا قلنا كل واحد بعدي 4 بتوقع انه بعد فتره، وحسب طبعا الانكوبيشن بيريود تاع المريض صح؟ تاع المرض، وبشكل عام فترة المرض زي كوفيد 19 كانت قصيرة، يعني كلها أسبوعين زمان، وبالتالي سهل جدا أنت تنتقل من حالة الصفر حالة اللي ما قلت لكم زمان كنت أتوقع من الصفر حالة نسجل آلاف الحالات، والله أنا كنت أعرف هذا الكلام. إحنا انتقلنا من صفر حالة إلى 20-30 ألف حالة، مش قديش؟ خلال 2-3 شهور صح؟ هاي فكرة الإبيديميك تريشولد، إنك تفكر فيها تحسبها وتعرف إنه أنت بدك فاكسينيشن ولا بدكش فاكسينيشن. تحديدا اهم شيء في موضوع الابيديميك تريشن هو الفاكسينيشن. خلينا نشوف شو هو الابيديميك تريشن. الان هو بعرف لنا بس كمان هو الابيديميولوجي كتعريف عام، ايضا على الابيديميولوجي the study and analysis of the distribution patterns and determinants of health and disease conditions in the population. حكينا في اول محاضره it is a fundamental science of public health used to understand cause and spread of disease which guides public health decision. حكيناها بأكثر من مكان كمان أكثر من وقت. The primary goal of epidemiology is to reduce disease occurrence and improve the health outcomes by implementing four public health policies. The concept of thresholds and epidemiology is crucial for effective disease monitoring and control. These thresholds help define the point at which disease is considered to have reached a significant level of concern indicating the need for public health action. هذا الحكي الحكي لكم اياه، انك بدك تشوف انت هالباترن تاع الديزيز قديش صار عندي حالات، والان مستدعي شو مستدعي اني اعمل؟ مستدعي الاشياء اللي حكيناها كم اكثر من مره بالنسبه كمثال للكوفيد 19. By examining factors that influence health, epidemiologists can formulate strategies to combat both chronic diseases and infectious outbreaks. الآن بالنسبة لتعريف الإبيديميك ثريشولد is a critical parameter used
in epidemiology to determine the likelihood of disease spread within a population. And when an infectious disease might transition or transmit from sporadic cases to an epidemic. Sporadic, شو معنى sporadic؟ شو معنى sporadic؟ Scattered. يعني حالات متفرقة. إشي شوي بإربد شوي بعمان شوي بمعان وهكذا إلى صار إبديميك وباء على مستوى الدول إبديميك بعدين ممكن ينتقل من دول من الدولة إلى مجموعة الدول تصير أو كل الدول تصير إشي اسمه بان إبديميك تريشون refers to a specific development of incidence or transmission rate above which an infectious disease has the potential to cause an outbreak or epidemic. It serves as a key indicator for public health officials to identify when urgent response measures are needed to control and mitigate the impact of an infectious disease. Understanding the concept of epidemic threshold is crucial in disease surveillance and outbreak management. إذا هو مهم عشان السيرفلانس. مهم جدا عشان تعرف أنت شو الوضع عندك. تراب السيرفلانس هي مونيتورك. سيستيماتيك. Data, collecting data, analyzing, and interpretation. فنفس الكلام حكينا قبل شوي هو مهم جدا لبريمك تريشون في موضوع السير. Public health authorities can assess the severity of an outbreak and implement appropriate interventions to prevent further spread. طيب إيش الإمبورتنس للبريمك تريشون؟ Thresholds serve as an initial indicator system. طيب انت قديش عندك ناس يعني لما تحسب الابيديميك ثريشولد راح نذكر بالامثله كمان شوي تعرف انت وين رايح في المستقبل وبالتالي بتبني كمان سياستك عليه وديش احرق المعلومه بعد شوي بتشوفوها. They play a crucial role in determining the distribution of scarce healthcare resources. انت عندك موارد صحيه كمدير صحه او وزير صحه عندك موارد صحيه شايف انه في عندك وباء في المنطقة X او في اشي في مرض في المنطقة X او قاعد بزيد او 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 بدك توجه هاي الريسورسز نحو هاي المنطقة صح؟ يعني فكرة الـ equal distribution of resources ترى مش صحيحة كثير يعني انك تعطي عمان زي معان او زي المفرق او حسب انت عندك عدد السكان عندك عدد نسبة الامراض بالتالي حسب انت situation حسب situation في هاي المنطقة بتوزع الريسورسز تاعك بتودي هون مثلا على اربد مثلا 50 اخصائي نيورو سيرجري او نيورولوجي مثلا وتودي على الطفيلي زيهم طب هي اربد قد الطفيلي مثلا 20 مره فهمت علي فاذا بتوزع الريسورسز بيزد على الابيديميك ريسورس استابليشينج ريسورس كونتريبيوت سيجنيفيكانتلي تو ذا كونتينوس سيرفرنس اند موتورنج انديفرز مهم جدا للسيرفرنس حكيناها ريسورس هاف ذا كاباسيتي تو اكتيفيت The enforcement of healthcare strategies. As السياسات أكيد. And this threshold offer guidance to researchers. الريسيرش مهم. يعني أنا لو تشوف حجم الريسيرش اللي طلع روح شوف اكتب كوفيد 19 في جوجل سكولر وشوف كم من مليون بطلع لك. وكل يوم لحد اليوم قديش احنا صارنا مكملين كوفيد 19 تقريبا أكثر حوالي 3 سنين سنتين ونص ثلاث تقريبا لليوم بيطلع أغلب المجلات أبحاث عن كوفيد 19 وراح أضل يطلع. بعده بيطلع حد عن الكمبيوتر. فإنت استيميليت الريسيرش كمان لأنه كمان بيبنوا عليها لقدام. الريسيرش إذا كان بارد إذا كان قوي إذا كان يعني الريسيرش معمول بشكل كويس تقدر تبني عليه لقدام. بس إحنا يعني نتواجه أحيانا نشوف الداتا مرات من صراحة بعض أنواع الداتا بغض النظر سواء كانت من طلاب أو من غير الطلاب أنا بتجيني داتا بطلع على الداتا بحلل الداتا مجرد ما حللت الداتا بتعرف إنه هاي الداتا مش معبية صح. مباشرة تعرف إنه هاي الداتا لأنه فيها contradiction يعني بتعادي بالداتا إذا طلع عندك مثلاً شغلة هاي البارامتر A طلع عندك لازم بعد شوي تشوف بارامتر B أو إذا كان ليفل A طالع لازم يكون ليفل B طالع مثلاً لأن الداتا إيه هاي الداتا بس لما تلاقي أنت contradiction في بياناتهم تعرف إنه الداتا معبية بالداتا تشيرت الشيء واضح ماشي في بحث إجانا لطلاب خامسة والله أنا خدمة حكت معي الدكتورة المسؤولة قلت لهم بدي قالت بدي تساعدنا بالتحليل قلت لها بشري يعني ودوا لي الداتا يعني أقول لك يعني أكثر من 6 شهور وأنا شغال بالداتا وأرفع فيها من هون ونزل فيها من هون وسوي
يعني ما زيد أمشي قصدي يعني تزيد بالذات لا قصدي تحلل من هون تحلل بطريقة ثانية تحلل بطريقة عاشرة وآخر شيء الداتا مش ناقص الداتا من مرة يعني بين الشنبك فمقصود إذا الريسيرش قوي والريسيرش مبني على أساس علمي تقدر تعتمد عليه مش كل أنواع الريسيرش تقدر تعتمد عليه أحكي لكم إياها بصراحة ماشي في ريسيرش خلاص هذا just for publication كم تهم طيب limited threshold has been applied in various fields مش بس بالميديسن بصراحة بالإبيديميولوجي بالإيكولوجي في الإيكونومي في الكمبيوتر ساينس برضه يعني في شيء اسمه epidemic threshold كل واحد استخدام احنا بهمنا الشيء اللي بالإبيديميولوجي في types of epidemic threshold أول إشي نوعين في عندنا specific epidemic threshold. A specific epidemic threshold refers to the threshold at which specific disease or infection reaches a certain level of occurrence in population. يعني خلاص قديش وصل هذا disease في الكوميونتي certain level وصل 60-70% يعني هذا هو specific epidemic threshold. It is based on the characteristics and dynamics of a particular disease such as its transmission rate. Incubation period and severity. حكيت لكم قبل شوي. تعتمد حسب severity تاعي المرض حسب incubation period وحسب transmission rate. This threshold helps public health officials determine when an outbreak of a specific disease has reached a level that requires intervention. Examples are measles, with cholera, with shigella. اليلو فيفر والفيرال هيموراجيك فيفر وضيف عليها الكوفيد 19 بس كمثال والابولا والويست نايل فيفر والاشياء هاي كوليات اللي طالعه حل ضيف اي مرض بدك اياه طيب نون سبيسيفيك ايبيديميك ثريشولد النوع الثاني نون سبيسيفيك ايبيديميك ثريشولد از A threshold that applies to any infectious disease or epidemic, regardless of the specific characteristics. بغض النظر عن incubation, بغض النظر عن transmission rate والsevere. It is a general threshold that indicates when the overall burden of infectious disease in a population has reached a level that requires public health action. بغض النظر. These thresholds are based generally on indicators such as number of cases, hospitalizations, or deaths without considering the specific characteristics of individual diseases. بدون زي ما حكينا ما نعتبر الأشياء اللي حكيناهن هون اللي هم transmission rate, incubation period, والsevere. أنت بتعتمد على النتائج. بالنسبة قديش في عندي hospitalization, قديش عندي death, قديش عندي إجمالا number of cases. Public health officials determine the epidemic threshold for a specific disease using various methods and data sources. It's important to note that the specific methods used to determine the epidemic threshold may vary depending on the disease and the available data. Public health officials often combine multiple approaches to gain comprehensive understanding of the disease dynamics and establish effective control measures. Some common approaches used by public health officials The historical data analysis تجمع داتا سابقة وترجع للخلف وتشوف شو عندك. Surveillance system حكينا عن surveillance شو شرحنا شو هو في أكثر من نوع للsurveillance إجمالا. Thank you.
خلصت المحاضرة عندنا شباب. إذا حكينا عن historical data analysis والسيرفرنس حكينا عنها في statistical methods راح نشوف بعض الطرق الإحصائية لحساب الـ epidemic threshold وفي epidemiological models advanced epidemiological methods في أكثر من طريقة لتعمل فيها epidemic threshold. إحنا بهمنا زي ما حكينا في الـ epidemic threshold it refers to the minimum conditions required for an epidemic to occur and is influenced by various factors in epidemiology. These factors include transmission rate, برمزوا لها بالرمز بيتا زي ما حكينا قبل شوية. مهم جدا transmission rate في الديسيز especially في طبعا هو بس للinfectious أو للcommunicable diseases. Is a measure of how quickly a disease spreads throughout population. It reflects the average number of susceptible individuals that one infected person is expected to infect per unit of time. كل واحد مع عنده هذا المرض قديش ممكن يعطي كم من واحد. It depends on several factors, transmission rate, including contagiousness of the disease, severity. في أشياء في شخص في أمراض ممكن يعدي 5 ممكن يعدي 10 ممكن يعدي 2 وإذا severity تاع المرض. Contact rates. الناس قديش خلط بعض الناس. The frequency of and characteristics of interactions among individuals. إذا عشان هيك هم منعوا ال خلينا نقول socialization وعملوا social distancing في COVID-19. Effectiveness of preventive measures. طيب عملت preventive measures هل كانت فعالة ولا لا؟ هذا له علاقة أيضا بالtransmission rate. هم إحنا عندنا قلت لكم المرة الماضية أنا عملت بحثين، واحد عن نجاح الأردن في COVID-19 في المرحلة الأولى، وواحد عن الhigh burden of disease صار عندنا من أسوأ الدول فيما بعد صارت الأردن في التعامل مع COVID-19 طبعاً بسبب الهاي ترانسميشن ريت إن جنرال والهاي نمبر أوف كيسز. طب ليش جايين هسه؟ ليش جايين هسه شباب؟ ها؟ Recovery rate مهم جدا كمان is defined as the rate of at which infected individuals recover from the disease and stop transmitting the infection. طيب إذا recovery rate عالي it is good صح recovered الشخص رجع ببطل يكون معدي فهاي كمان لها علاقة في الحسب اللي بدك تحسبه تعرف قديش عندك بالنهاية عدد أو قد لوين أنت رايح. إذا recovery rate عالية good. طبعا كل شيء يعتمد حسب كمان الاشياء اللي قلناها بالاول severity على الانكوبيشن بيريود يعني حتى الكيس فيتاليتي ريت مهمه جدا طبعا انه اذا انت الريكفري خلينا نقول الترانزميشن ريت عاليه والريكفري ريت مقابلها عاليه وفي كيس فيتاليتي قليله ماشي الحال ما فيش شيء يعني صح يعني على فكره الانفلونزا العاديه الانفلونزا العاديه مش فيها مورتاليتي ريت ولا ما فيش في مورتاليتي ريت لكن قديش قليل جدا جزء واحد مش عارف جزء بالمية ألف أو أقل حتى بالتالي مش مهم لكن في مورتاليتي فالبيردن الشاب والصبية أنتم مش معنا بالقاعة صح؟ بالمحاضرة صح؟ غادر لو سمحت بسرعة نطلع الثواب بالمحاضرة مشان ال مشان الحكي عن المحاضرة طيب ناس من قاعد واحد ورا من المطالع من ظل قاعد الناطور هون هاقول بس ما بعرف
ماشي. والله بنعرف شو هالجرعة يعني المحاضرة مش إلك بتفوت أنت جاي بس يعني على البراد جاي يعني عارف شو يحكي الواحد يعني. خلاص استحي الواحد لا حول ولا قوة. طيب the higher recovery rate means the infected individual remains infectious for a shorter period, reducing the overall spread of the disease. Developing effective treatments or gaining immunity through recovery can enhance the recovery rate, reducing the number of infected individuals in the population. The population size is مهم جدا. كل ما كان حجم population كبير في interaction بيناتو أكثر تلاقي التراكم شوية أعلى. It's a critical element. In the spread of infectious disease, its impact at the threshold of the epidemic includes larger population. In larger population, the absolute number of susceptible individuals is higher. كل ما زاد عدد أكيد كلنا بزيد عدد نسبة الناس المعرضين, which can facilitate the spread of the disease. Density and urbanization. كثافة السكانية مهمة جدا. المدنية وقديش في عندك بالمدن. Urbanization. التحضر. نسبة التحضر. المدن الكبيرة أكيد. وبالتالي تحكي عن الكثافة السكانية مهمة جدا لعدد الناس اللي بتنصاب. Demographic factors play a significant role in influencing the epidemic threshold with characteristics such as age and gender having an impact. Certain populations with specific risk factors may be more susceptible to the disease, increasing the likelihood of an epidemic. حسب إذا المجتمع في مجتمعات فتية, في مجتمعات هرمة, في مجتمعات يعني عندها certain risk factors حسب نظامهم الغذائي, حسب نظامهم الصحي وبالتالي في أشياء في هاي كلها تدخل تحت الديموغرافيك فاكتورز. كيف بنحدد epidemic threshold؟ The epidemic threshold can be determined using various methods. حكينا ممكن عن طريق mathematical modeling, statistical analysis أو experimental studies. راح نحكي هون عن mathematical presentation. The epidemic threshold can be mathematically represented using the SIR model. The SIR model هو بيحكي هون عن S يعني susceptible individuals, والI infected individuals, والR اللي هي recovered individuals. إذا هذا الـ SIR model susceptible, infected أو infectious people and the R اللي هو recovered. في equations for the SIR model. أنا بدي أشارك هذول ما بدي أركز لكم عليهم كثير ولا بدي أطلبهم منكم, بس خليتهم بعد ما شطبتهم بصراحة رجعت خليتهم حتى بعد ما أبعث المحاضرة يعني مش راح نعمل عليهم شيء, لكن بدنا نكون عارفين الاشياء المهمه اللي بدنا اياها. بس انا خليتهم لغايه لو مرت عليك في المستقبل تعرف انه في عده equations للاس اي ار موديل. وهذا هاي مثلا ريت اوف تشينج اوف سستبل انديفيدجوالز, ريت اوف تشينج اوف سستبل انديفيدجوال, هاي ريت اوف تشينج اوف انفكتد انديفيدجوال, والريت اوف تشينج اوف ريكفر انديفيدجوال. يعني نفس الكومبوننتس اللي هم سستبل والانفكتد والريكفر, بحسب الريت اوف تشينج لكل واحد. احنا مشان نحسب الماثماتيكال كالكوليشن للإبيديميك ثريشولد مهم جدا شغلتين, وهذا اللي بدنا اياهم منكم تتعلموهم وسهلات جدا. ماشي. اول شيء في شيء بسموه بيزك ريبرودكشن نمبر, بيزك ريبرودكشن نمبر او بنرمزوا له ار نوت. هاي بقول ار نوت, ار زيرو صغير هيك حواليها بنحكي عنها ار نوت. The basic reproduction number is a key parameter in determining the epidemic threshold. الآن كيف بحسب ال R node؟ ال R node is calculated using the following formula. R node يساوي بيتا ضرب واحد ناقص واحد على ال تقسيم واحد. تقسيم واحد. خلينا نشوف إيش هو هذا. البيتا is the transmission rate, n اللي هو population size, وال y is the recovery rate. خلينا نشوف شو, خلينا نشوف مثال او ضمن المثال نتعرف اذا كانت الار نود اكثر من واحد او اقل من واحد. اذا كانت الار نود اكثر من واحد, on average each infected person is expected to infect more than one other individual. يعني الار نود بتحدد لك الانفكتيفيتي ريت. اذا انها اكثر من واحد معناته الشخص اللي عنده كوفيد 19 كمثال راح يعدي اكثر من واحد. شو بتتوقع اكثر من واحد شخص؟ شو راح يصير بالسلسلة؟ أعداد راح تزيد ولا راح تقل؟ راح تزيد. طيب, this condition implies that the number of cases will continue to grow exponentially.
which can lead to an epidemic or even a pandemic if not effectively managed. ممكن يصير pandemic حسب على الدولة على مستوى الدولة أو pandemic على مستوى مجموعة الدول أو العالم. Implications: the higher the R naught, the faster and more extensively the disease will spread throughout the population. This scenario demands timely and effective public health interventions to reduce the transmission rate and bring R naught below. لازم تشتغل عليها بحيث إنك تخففها وتقللها لحتى تصير أقل R naught أقل من 1. Such interventions could include vaccination, social distancing, wearing masks and other public health measures. وهذا الحكي اللي كله شفناه في الكوفيد 19. أيضا كل هذا الحكي to interrupt the transmission chain عشان تخفف أو تقطع حلقة العدوى. إجماع حلقة العدوى بدك تقطعها. When R naught أقل من 1 it indicates that the disease will not sustain itself within the population over time. ما دام إنه كل شخص بعدي أقل من شخص فغالبا بتتوقع إنه راح ينتهي في المجتمع هذا المرض. Each infected person infects fewer than one other person on average, leading to a gradual reduction in the number of new infections. This situation is often the target of the public health interest. إذا أنت بدك هذا إذا بالcommunity as بالcommunicable diseases التارجت تبعك إنك توصل لR naught أقل من 1 so that aiming to reduce R naught to a level where the disease will naturally die out. المرض راح ينتهي في المجتمع لحاله لأنه نسبة العدوى أقل. حكينا عن importance. الآن importance of R naught نفس importance تقريبا لل epidemic threshold. إذا epidemic control في عندي resource allocation حكيناها قبل شوي. المهم جدا وأهم واحد فيهم vaccination strategies. هذا الشيء اللي مهم. The R naught value is also used to calculate the herd immunity threshold, which informs vaccination strategies. طيب يعني أنت عندك الآن infectious disease, عندك infectious disease بدك تحسب epidemic threshold والR naught قبليها, بعدين تحسب epidemic threshold بعد ما تحسب الR naught. طيب قديش لازم تطعم بالكوميونتي تعمل فاكسينيشن, قديش النسبه اللي لازم تطعمها من الكوميونتي لحتى انه المرض يرجع الار نوت تبعه ايش ماله اقل من 0, اسف اقل من 1. فانت هاي هو هذا هو الرقم اللي بدك اياه, راح نشوف بعد شوي. Predicting disease dynamic models that incorporate R naught can predict the potential impact of infectious disease and the effectiveness of intervention. كيف نحسب الآن الإبيديميك تريشن؟ إحنا عرفنا كيف نحسب الآر نوت, بس بدنا نعرف كيف نحسب الإبيديميك تريشن إن جنرال. الإبيديميك تريشن provides essential insights into the proportion of population that must be immune to prevent an infectious disease from spreading effectively achieving herd immunity. مشان لو مناعة المجتمع أو بقول لك اللي كانوا يحكوا عنها يعني يعني بدنا نخليها مناعة الكوميونتي أحسن من مناعة الفرد. مناعة المجتمعي خلينا نسميه. This threshold is directly related to the basic reproduction number. إذا مهم جدا زي ما قلنا تحسب بالبداية R naught أو ال basic reproduction number which measures the expected number of secondary infections produced by a single infected individual. قديش الشخص زي ما حكينا ممكن يعدي أشخاص آخرين. الآن the threshold is calculated using the following formula. واحد ناقص واحد على الآر نوت. الآر نوت لما عرفنا معادلتها قبل شوي والإبيديميك تريشن هي تساوي واحد ناقص واحد على الآر نوت. خلينا نشوف مثال. طلعوا لي على المثال هذا واكتبوه. Suppose we have a disease with a transmission rate of 0.5, a recovery rate of 0.2 and a population size of 1000. احسبوا لي اياها الار نوت ايش يساوي؟ ترانزميشن ريت صح؟ ضرب 1 ناقص 1 على ال على 1. احسبوها. حدا يحسب لنا اياها على الحاسبه؟ ايوه الرقم انا عارف الاثنين عارف الموضوع. اياك تحسبوه. هذا الار نوت طبعا. بنحكي على الار نوت. مين حسبها؟ فعليا. طيب
طيب anyhow الرقم تبع الار نوت 2.5 ايش معنى 2.5 قلنا الار نوت انه indicates that each infected person will on average infect 2.5 other people in a completely susceptible population. This value above one indicates that the disease has the potential to spread rapidly unless controlled. إذا ما في control measures or preventive measures راح يزيد. كل واحد بعدي معدل حالتين ونص أو شخصين ونص آخر. هذا الآن. طيب. الخطوة الثانية بحساب الإبيدميك ثريشولد نحسب واحد ناقص واحد على الآن. واحد ناقص واحد على اثنين ونص. قديش طلع عندي؟ 6/10. صح؟ يعني واحد. واحد تقسيم اثنين ونص قديش؟ 4/10 صح؟ 4/10 واحد ناقص 4/10 6/10 6/10 الابديمك ثريشولد شو يساوي؟ 60% 6/10 نفس 60% شو الانتربريتيشن تبع الحكي هذا كله؟ meaning that at least 60% of the population needs to be immune to stop the spread of the disease او تخفف منه مبدئيا and achieve herd immunity. This immunity could be achieved through vaccination or previous exposure to the disease leading to natural immunity. مناعة المجتمع أو مناعة الطبيعة. فإذا هذا مهم جدا في موضوع الإبيديميك ثريشولد إنك تحسب أنت الآر نوت وتحسب الإبيديميك ثريشولد وتعرف قديش النسبة. بعض الأمراض بوصل 90-95% زي أظن الحصبة كأنه 93%. عشان هيك بيجي البلانينج تبع المجتمعات وتبع الاثوريتيز انه بيقول لك شو هو الناشونال فاكسينيشن او امنايزيشن بروجرام. يعني ليش احنا بالاردن عندنا الناشونال امنايزيشن بروجرام اللي هو المطعوم برنامج المطعوم الوطني بيشمل مثلا ايش بيشمل عندنا برنامج المطعوم الوطني كل الاشياء الموجوده فيها اجت بناء على الارقام. يعني انت بتحدد انه هذا شيء مرجح انه اذا ما في مطعوم مرجح انه ايش ينتشر كثير. فانت لازم تطعم على الاقل 90% من الكوميونتي كمثال 90% او 93% من الكوميونتي لو تعرف الا يعني يطلع حالات عندك مش مطعمين اكيد. يعني مش كل واحد بالاردن الان 100% مش 100% بجزء نسبه المطاعيم الا في ناس ما بروحوش وفي ناس بنسى وفي ناس مش عارف ايش في ناس بكون مريض وهكذا. وبالتالي زي الحصبه اعتقد 93% الابيديميك ثريشولد او نسبه الناس اللي لازم تطعمهم في المجتمع لحتى انه ما يكون في عندك هاي ترانسميشن ريت. واضح؟ واضح الفكره؟ هاي مثلا مثال ثاني هون. Suppose that the R node value of 15 for measles disease. إذا كانت R node 15. هاي مثال حكيت لكم إياه. أو الرقم اللي حكيت لكم إياه. هذا كمثال. شو بصير الحسبة؟ الإبيديميك ثريشولد 1 ناقص 1 على R node، 1 ناقص 1 على 15 يساوي 1 ناقص القيمة هاي 0.667 يساوي تقريبا 93%. الانتربريتيشن إنه indicates that the critical proportion of the population that must be immune to reach herd immunity لازم تكون 93% طعم المجتمع ماشي حتى يوقف انتشار المرض بشكل كبير. بدك لا معنى الابيديميك ثريشولد معنى انه انت اللي بتطلع عندك بدك انت تطعم او مش شرط فاكسينيشن ما احنا قلنا ممكن تكون ناتشرال اميونيتي يعني انصاب وخلاص صح؟ بدي احكي فكره بس مش عارف هل هي يعني ممكن تكون صحيحه وممكن ما تكونش صحيحه. يعني الناس اللي انصابوا بالكوفيد 19 بس رجعوا اخذوا مطعوم صح؟ بس هو كان في كمان احتمال اللي صار انه صار في احتمال في ناس اصابوا 3 أو 4 مرات صح؟ في ناس حتى بعد المطعوم كانت اصابته الثانيه او الثالثه اشد من الاولى مزبوط. طبعا شو السبب؟ الميوتيشن صح؟ سبب انه الفيروس نفسه صار له ميوتيشن وصار ايش؟ شكله اصلا مختلف كانه الواحد ماله يعني كانه نيو فيروس كانه اصلا ما حطش مطعوم. بس اذا ما في ميوتيشنز صح؟ اذا ما في ميوتيشنز للمرض إذا ما في معه كان الخوف أصلاً من الميوتيشنز كل يومين كل 3 كان يطلع لك إيش فيرجن جديد من المرض
إذا ما في فيرجنز من المرض وما في ميوتيشنز خلاص الأصل اللي انصاب ماله ما ياخدش فاكسين صح؟ خلاص أخذ الناتشورال إميونيتي وذات هذا إذا ما في إيش عندنا ميوتيشنز أو نيو فيرجنز من الديزيز. في هون أمثلة موجودة على الإبولا في ويست أفريكا. أنا هون هذول بس حطيت لك إياهم أمثلة ما راح أطالبك فيهم هذول لأن الأمثلة والأرقام الموجودة عن الإبولا وموجود في كيف طلع طبعاً ومنين إجا والسودان والكونغو الديمقراطية وقديش كانت الأرقام بشكل عام. ياريت تشوفون في جدول بوضح المورتاليتي أند موربيديتي ميجرز أوف إبولا أوت بريك إن ويست أفريكا أيضاً في نيجيريا. ما يعني هذا أنا حطيتهم للتوضيح. في مرض ثاني اسمه سيفير دينج فيبر اوت بريك تايوان سنة 2014 ميزلز اوت بريك في ديزني لاند في كاليفورنيا 2014-2015 البابليك اند هيلث بوليسي امباكت بشكل عام قلنا شو لازم نتعلم من امبورتنس اوف هيلث اميونيتي المناعه المجتمعيه مهمه جدا. البابليك هيلث بريبيرنس لازم المجتمعات تكون يعني مستعده. There is a continuous need for effective communication strategies and educational outreach to combat vaccine misinformation and hesitancy. Policy and legislation تكون في سياسات واضحه. Robust vaccination على مستوى الدوله البوليسز هاي لازم تكون موجودة لأنها كروشيال إن مينتينينج كوميونيتي هيلث سبيشالي إن سيتينج ويذ هاي إكسبوجر ريسك لايك أميوزمنت باركس. أبليكيشنز أوف إبيديميك ثري فولدز تريجرينج بابليك هيلث ريسبونسز حكينا بكون أنت بتعمل إيرلي ديتكشن للمرض نسبة الترانزميشن ريت قديش تتوقع إنه يكون في عندك بالمستقبل بعد شهر أو شهرين حالات. لأن تذكر كانوا يطلعوا المحللين ويقول لك على النمط هذا على ال يعني اللي بيكتري شو هاي إحنا مرجح إنه يكون مثلاً بعد فترة إذا ما عملنا إجراءات وقائية راح يصير مثلاً بعد أسبوع أو بعد أسبوعين أو حتى بعد باليوم لأنها كانت تذكر بعد شهر قديش ممكن يكون عندي حالات. Guiding quarantine and isolation measures. وهذا الشيء أيضا شفناه اللي هو العزل والحجر الصحي. زي في عندي control spread. For example, for diseases like Ebola, thresholds determine when to activate emergency operations centers, enforce quarantine zones, and restrict travel to and from affected areas. إذا أنت كنترول سبريد منع الطيران المطار وقف عندنا منع السفر قيود كثيرة منع الحركة كل هاي بتيجي نتيجة الأرقام اللي حسبوا. ريسورس أليكيشن حكيناها efficient use of resources strategic planning. مثال in case of seasonal influenza reaching the epidemic threshold might prompt increased production and distribution of flu vaccines. Redirection of healthcare workers to high-risk areas and opening of additional flu clinics. Public communication and behavioral interventions. لازم يكون في public awareness. كل الأشياء اللي كانوا يطلعون في الإعلام كانت تهدف لزيادة الأوعية زيادة الوعي بهدف إنه الناس تحمي حالها وبالنهاية زي ما حكينا ينعكس على مستوى الكوميونيتي والpublic health. Behavioral changes. غير طريقتك صار يقول لك لا تسلمش على الناس بحرارة. ابعد عن الناس اللي بتحكي مع واحد على الاقل لازم يكون بينك وبينه متر ونص. اذا بدك تروح على الدكانه على السوبر ماركت كنا نصب طابور بتتذكروا على المخبز كذلك. فكان صار في بعض البيهافير تشينجز البس كمامه غسل ايديك مش عارف ايش يعني تشارك يعني during the covid 19 pandemic surpassing epidemic thresholds in various regions led to public advisories and mandates about mask wearing and social distancing which were crucial for controlling the spread. كان في غرامات كمان على البس ما بيلبس كمان. Monitoring and adjustment بدك تراقب وتعدل based على الوضع السائد عندك. كمان هاي اللي هي evaluating أو evaluation of effectiveness of public health interventions. The challenge and limitations of epidemic thresholds. Data quality and availability.
إذا الداتا فيها مشكلة يعني بدك تبني دائما على إشي أكيد يكون accurate ويكون valid. فالaccuracy مهمة. Data quality and availability فيه عاملين الaccuracy والtimeliness. High quality data والusefulness of academic research is highly dependent on the timeliness of data. إذا في تأخير بنقل المعلومة أكيد راح ينتشر المرض وأنت ما تلقى الداتا تحسب academic research ولا إيش. Variability رقم اثنين variability in disease dynamics تعتمد على disease characteristics تعتمد على population differences. Population differences زي variations in population density كثافة سكانية mobility حركتهم social behavior can affect disease spread and consequently the setting of appropriate thresholds. Research limitations implementation even when thresholds are accurately identified the resources required to respond effectively, such as healthcare infrastructure, personnel, and medical supplies, may be lacking, particularly in resources for cities. في الدول الفقيرة هاي أو الدول النامية low and middle income countries ممكن نشوف resource limitations. بعض الأماكن تذكروا بإيطاليا وبعض الدول الأوروبية كانت الناس تموت بالكرادورة، صح؟ كانوا يجيبوا شفنا مقاطع كثيرة على اليوتيوب. Public perception and complaints in communication. Effectively communicating the significance of crossing an epidemic threshold to the public is crucial. عشان هيك كان في يعني وقت كورونا كان في يعني كثير في education على الموضوع. كان في communication درسات communication عن وضع المرض شو اللي بزيده شو اللي ممكن نفكر منه. Trust public trust in health authorities and the measures they implement affects how effectively these thresholds can be used to control a disease. Mismanagement and inconsistent policies can erode trust and hinder responsibility. إذا ما في ثقة بالنظام الصحي الموجود أو بالجهة المسؤولة أكيد راح يكون في يعني فايدة كبير في هذا الموضوع، فلازم يكون في trust as long as إنهم هم بيشتغلوا صح أكيد يعني. تمام؟ Ethical and legal considerations وهي limitations كمان. The privacy مهمة. Legal constraints مهمة. The global connectivity حكينا إنه العالم صار قرية صغيرة فالترابل سهل جدا الناس تنتقل من دولة أو لمجموعة دول جزء خلال 24 ساعة. فال global connectivity هي واحدة من limitations اللي ممكن تحد من يعني الحسابات الدقيقة إلى حد ما. Variability in disease incidence مرات الانسيدنس بزيد او بقل حسب السيزون مثلا سيزونال فاريشنز. في شيء بزيد بالصيف في شيء بزيد بالشتاء زي انواع الانفلونزا بشكل عام. جيوغرافيكال ديفرنسز ديزيز انسيدنس كان فاري جريتلي بتوين ديفرنت ارياز ديو تو فاكتورز لايك بوبوليشن دنسيتي اللي حكينا عنه قبل شوي واللوكال هيلث انفراستراكشر حسب كثافه السكانيه ممكن انه يختلف او حسب الانفراستراكشر الموجود قوة النظام الصحي الانفراستراكشر قديش قوي ولا لا بيفرق المرض وجوده من عدمه. راندوم فلكتويشنز احيانا في شيء بتطلع راندوم في يعني بتطلع بتنزل بدون اي سبب بدون مبررات. ابيديميكس كان شو راندوم فلكتويشنز ان كيس نمبرز سبيشالي ان ذا ايرلي ستيج. فيوتشر دايركشنز في الابيديميك ريسورس انه في ايمرجينج تكنولوجيز اند ميثودولوجيز advancement in technology are poised to significantly enhance how epidemic thresholds are determined and utilized. These include real-time data collection, advanced modeling techniques. كل يوم عن يوم بطلع modeling systems أو modeling techniques جديدة للحسابات الرياضية. Integration of geographic information system. يعني كلها بتجي من خلال البيج داتا analysis أو البيج داتا and machine learning. في شيء يسموه predictive analysis, pattern recognition, automated real-time analysis, enhanced decision support. يعني مش مهمات بصراحة هذول بس إنه هذا impact of big data and machine learning. إذا موضوع الابيديميك ثريشولد مهم نعرف كيف نحسبه مهم نعرف من إيش بتكون كيف نحسب الـ R-Node ماشي أو الـ basic reproduction number مهم نعرف حسبتهم والحسبة النهائية للإبيديميك ثريشولد وإيش معنى إيش الانتربريتيشن لكل واحد. أي سؤال شباب؟ إيش الساعة؟ أي سؤال شباب؟
أنا كملت استعجلت بالمحاضرة الثانية.